نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية منشية ناصر مركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. بنقدم خدمة للمواطن ان احنا نحوله للعيادات الخارجية التابعة لمديرية الصحة بدمياط بعد الكشف عليه داخل القافلة. بنقوم بإعطائه جواب تحويل الى المستشفى اذا تطلب الامر من اجراء عملية او تحويله او عمل له قرار نفقة الدولة من اجل استكمال علاجه. قرية منشية ناصر من القرى البعيدة شوية عن أقرب مستشفى مركزي، بتبعد مسافة بتزيد عن 25 كيلومتر عن أقرب مستشفى مركزي لما مستشفى كفر سعد. مش أول مرة نجيها، جيناها قبل كده كذا مرة، استعدنا ليها استعداد جيد جدا. بدأنا من أكتر من أسبوع، بداية من التجهيز السوفت عن طريق إن احنا بنراجع البيانات بتاعة القافلة اللي فاتت، ونبدأ نحدد الاحتياجات الصحية للمنطقة والعيادات اللي احنا محتاجين نوفرها والتحاليل والأدوية والأشعة اللي احنا محتاجين نوفرها لخدمة أفضل للمواطنين هنا. احنا لاول مره شيء غير معهود بيه اللي احنا نشوف كميه قفايل كبيره كده في البلد، وحاجه جديده الناس اصلا والاهالي مبسوطين بها. ويعني بصراحه بنشكر طاقم التمريض وبنشكر طاقم الدكاتره الموجوده في القافله على الاهتمام اللي احنا اصلا ما شفناهوش قبل كده، والرعايه اللي ما شفناهاش قبل كده. احنا مسؤولين ان احنا بندخل التذكره بتاعه المريض ابتداء برقم التذكره واسم المريض واسم العياده اللي كشف فيها والفيتال ساينس الخاصه بالمريض، وكمان بنسجل له التشخيص بتاعه، بنسجل له لو هو كان يعني اجرى عليه اي تحاليل او كان مطلوب له اشعه بنسجلها، وبنسجل له الدواء اللي اخده، كل حاجه خاصه بالمريض احنا بنسجلها له.